بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. يا حبيبي بانت لبتك بعد ما دابت قشرتك الأيام الكاشفة إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقة 763 اللي بيبدأها المهندس عدلي بداية شعبوية قوي، ويبدو أن الغزالة رايقة. خير؟ لا، واضح واضح من طيارات الهجوم وتعدد الجبهات حتى اخترقت صفوف بعض المنتمين او الذين يدعون الانتماء للنادي الاهلي، فبدا الضغط بكل اتجاه وبشكل غير مسبوق ومباشر ولا يمكن ان يصدر عن محب. ان تهاجم وان تسفه وان تحبط من تحب لمجرد انه مش على مزاجك، او انك توقع بين العناصر وبعدها، لان عناصر اي الرياضه في مصر يا استاذ ابراهيم، يعني نادي او اتحاد، اداره، اجهزه فنيه، لاعبين، ثم القوى الكبرى الجماهير اللي من دعمها وتاثيرها ياتي النجاح واللي ياتي القوه. ودائما ما كان عنصر القوه ومصدر القوه واللي بيدي الاهلي الثبات في التمسك بالتقاليد والقرارات الصعبه هو جمهوره الداعم بوعيه لا وثقته. اما وان هناك من نصب نفسه الحكيم او ان الوصي على النادي الاهلي او ان انا املك النادي الاهلي، ما حدش يملك النادي الاهلي ابدا ابدا ابدا. الاهلي كيان لا يمتلك احد، ولكن ينتمي اليه الجميع بمنتهى الحب والتقدير والشرف، من اول واحد خلق هذا الكيان وكان صاحب فكرته الى يومنا هذا. الاهلي لا يمتلكه احد، لان الاهلي فكره والفكره ملك الجميع. ده كلام مهم جدا في حلقه هناتي على الكثير من التفاصيل فيها، ولكن تبقى هناك ابرز العناوين. مقالي ومقاله، ذهبيات الصدفه، وفي الغربال العينه بينه وبتزعله، وبعضمه لسانه مجرد بدايه لا تهويل ولا تهوين، والشموع الحمراء عن دوله حسين رشدي باشا. لكن في اسرار الملك سنوات العطاء والوفاء. واخيرا مجلتنا من 40 سنه. الاهلي النهارده مستر ريكاردو سواريش المدير الفني البرتغالي الجديد اختار القائمه اللي سافر بيها للجونه للمبيت بيها استعدادا لمباراه الغد مع الجونه في الدوري الممتاز. القائمه خرج منها بعض اللاعبين، يمكن 3 لاعبين، محمد عبد المنعم للايقاف للتراكم الانذارات، وحسين الشحات وياسر ابراهيم للاصابه. لكن القايمه ضمت محمد الشناوي وعلو لطفي ومصطفى شوبير، محمود متولي ورامي ربيعه وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وايمن اشرف والو ديانج وعمرو السليه وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشه وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ومحمد اشرف وزياد طارق. والدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق بياكد ان الام الركبه وراء غياب الشحات عن قائمه الفريق للمباراه، بالاضافه الى شكوى ياسر ابراهيم ايضا ورغبه الجهاز في اراحته والدفع ببعض العناصر عشان الفتره الجايه المضغوطه جدا. مثلا يعني دي نموذج يدي لك فكره عن ما نقوله. هل هناك من يحتفي بإصابة ابن من أبنائه حتى لو لم يكن رضيا عنه؟ هل هناك من يحتفي بغيبة لاعب، أو سواء لأسباب فنية أو إصابة أو إنذارات، لمجرد أن يثبت صحة وجهة نظره أن في تراجع في مستوى اللاعب؟ كل لعيبة النادي الأهلي أي حد بننتقده ياما أسعدنا وكانت له لقطات نزه ونفتخر بها. يا جماعه الاهلي مش ناقص ضغوط داخليه، لان هناك من الضغوط الخارجيه ما يكفيه. طيب يعني عايزين
جمهورنا حقيقي. وسيبكم بقى، وانا مش زعلان ان حد ينتقدنا او حد يختلف معانا، لكن دعونا نتفق على حب الاهلي على الاقل يعني. طيب، لان ده كلام مهم جدا هنيجي له بالتفاصيل، لكن كمان على مستوى العضويه هناك الكثير من القضايا المهمه داخل اسوار النادي، لعل اهمها وابرزها في الفتره الحاليه حديث الكثير من الاعضاء خصوصا في المقرات الجديده سواء في الشيخ زايد تحديدا على فكره او ضريبه القيمه المضافه واضطرار إدارة النادي تنفيذا للقانون. لتوضيح هذا الأمر معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، مساء الخير يا كابتن عادلي، ومساء الخير على المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور سعد. وكل جماهير النادي الأهلي، كل الشعب المصري وقواتنا المسلحة وشرطتنا وقيادتنا السياسية بخير وبصحة وسعادة، ومصر دايما بأمان إن شاء الله. دكتور، يا دكتور سعد، في حالة من البلبلة تسود بين أعضاء النادي وخصوصا الجدد اللي هم من بعد 2016 حول قرار يعني الالتزام بسداد القيمة المضافة، وأنا أرجو أن إجابتك تتضمن الإجابة. أولا، هل يملك الأهلي تجاهل تنفيذ هذا القرار؟ اثنين، هل يملك النادي الأهلي سداده بالنيابة عن الأعضاء؟ ثلاثة، هل يملك الأهلي أو الوسائل التي تخفف من وطأة الالتزام على الأعضاء؟ تفضل يا دكتور. يعني خليني أشكر حضرتك كابتن عادلي على الطرح الواضح في صورة مجموعة من الأسئلة في الحقيقة، اللي هي ايضا كانت بتمثل اسئله عند اعضاء النادي الاهلي سواء كان في فرع الشيخ زايد او ايضا في فرع الجزيره او في فرع مدينه نصر. في الحقيقه احنا عندنا رؤيه واضحه لهذه الاسئله، ويمكن انا توجهت مباشره مع اليوم الاول لفتح باب تسديد الاشتراكات السنويه بدايه من 1/7 زي ما حضراتكم عارفين، وكان في مجموعه من الاعضاء الموقرين في فرع الشيخ زايد في الحقيقه كان عندهم هذه الاستفهامات وهذه الاستفسارات اللي كانت بالنسبه لهم غير واضحه، وخصوصا ان التحرك يعني برضه جه مع بدايه تسديد الاشتراكات. لكن احنا خلينا نقول نبتدي كده بالامور، ماذا قام به النادي الاهلي لمحاوله اعفاء اعضاء النادي الاهلي من هذه الضريبه التي يقرها قانون وطني النادي الاهلي ملزم بتنفيذه وليس له الحريه في عدم تنفيذ القوانين الوطنيه في الحقيقه. ده بالنسبه للطرح الاولاني. النادي الاهلي بمجرد ما صدر القرار الخاص بقانون تطبيق ضريبه القيمه المضافه بدايه من عام 2016 في الحقيقه، احنا على طول توجهنا بمخاطبه اداره البحوث الضريبيه فور صدور القرار في شهر 6/2018 بفرض الضريبه، ويمكن البعض بيقول ان الضريبه تم فرضها باثر رجعي، وهذا يعني النادي الاهلي لم يفرض هذه الضريبه، هذه الضريبه تنظمها قوانين وطنيه احنا بنمتثل ليها وتحركنا، ولكن جات الاجابه لابد من سداد الاعضاء هذه الضريبه. قلنا احنا خدنا الخطوه الثانيه ان احنا قلنا لابد ان يتولى النادي القضاء التوجه الى القضاء المصري، واحنا كلنا ثقه في القضاء المصري لانه قضاء وطني نزيه وشريف وكلنا ثقه فيه. وبالفعل النادي الاهلي قام برفع قضيه في الحقيقه بتاريخ 10/7/2019، الدعوه القضائيه في الحقيقه تم عدم يعني رفض الدعوه القضائيه، عملنا استئناف ثاني مره اخرى، الصيغه التنفيذيه برفض الاستئناف وضروره تنفيذ وتطبيق هذه الضريبه على الاعضاء الذين اشتركوا في النادي الاهلي منذ 2016. يبقى كده الاجراءات اللي اخذها النادي الاهلي كانت واضحه، وكان في كمان بعد هذه التوجه القضائي تم مخاطبه وزير الرياضه المصري في الحقيقه، ورد وزير الرياضه بانه موافق على ما انتهى الراي القانوني للجنه الفتوى لرئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء بمجلس الدوله، واللي نص على ان ضروره سداد هذه القيمه بشكل مختصر جدا. في الحقيقه لما استنفذنا كل الاجراءات الممكنه لمحاوله اعفاء اعضاء النادي الاهلي من هذه الضريبه اللي تم تطبيقها في 2016 او اللي على الاعضاء اللي اشتركوا من 2016، بدانا نفكر ما هي الحلول الممكنه، وجالنا
خطاب ايضا من الجهه الاداريه بيرسل مجلس الاداره، لان مجلس الاداره اصبح النادي الاهلي جهه تحصيل لهذه الضريبه، لا يمكن للنادي الاهلي اعفاء الاعضاء منها، او ده قرار لا يختص به النادي الاهلي في الحقيقه. فاحنا عرضنا الامر على مجلس ادارتنا الموقر في الحقيقه، اللي كان عنده رؤيه واضحه لعلاج التحدي اللي ممكن يواجه اعضائنا، فحط مجموعه من الحلول في الحقيقه. الحل الاولاني وبيتمثل في انه سمح بفتره سماح لمده سنه تبدا من 1/7/2022 حتى 30/6/2023، لان الاعضاء يقدروا يدفعوا هذه الضريبه خلال هذا العام، سواء كان على اقساط ربع سنويه او كان مره واحده بدون تحميل الاعضاء اي شكل من اشكال الفوائد. الخطوه الثانيه قلنا ان احنا ممكن نقسط للاعضاء هذه الضريبه لمده سنتين مع تحمل فايده نسبتها 12% اللي هي بتوازي الفايده اللي موجوده، حطيناها برضو فايده ثابته عشان لو حصل تغيير في سعر الفايده يبقى احنا ما بنرهقش الاعضاء في التغيير اللي ممكن يحصل في سعر الفايده، نتيجه لان التغيرات الاقتصاديه العالميه النهارده كل البنوك المركزيه الوطنيه عماله تغير في اسعار الفايده. ده كان برضو بالنسبه لنا الحل الثاني. الحل الثالث كمان ان احنا يعني سمحنا لشركه فاليو بان هي تتولى تقسيط هذه الضريبه لمده لحد 10 سنين، ودي في اطار بروتوكول التعاون اللي بيننا وبين شركه فاليو لتقسيط خدمات العضويه بشكل عام، ويمكن احنا اعلنا هذا الخبر من خلال قناتنا وبرنامجنا الموقر ملك وكابه في الحقيقه على كل الساده الاعضاء. كمان خدنا خطوه يعني استباقيه شويه عشان يبقى في تيسير، افتراضا ان عضو النادي الاهلي في الحقيقه بعد ما قرر ان هو مثلا يقسط على عميل اتلقى ان ممكن تواجهه تحديات ماليه، واحنا عارفين الازمه الاقتصاديه العالميه اللي بتمر بها كافه دول العالم، ودي لها انعكاسات في الحقيقه على كل المواطنين في كل انحاء العالم. احنا كنا مقدرين برضو هذا الموقف وقلنا ان احنا عشان ما نرجعش ناخد قرارات ثانيه نفوض المدير المالي للنادي بانه لو هو تقدم عضو عنده تعثر في سنتين وطلب مد لسنه ثالثه يبقى ده خلاص المدير المالي بياخد ايضا قراره عشان يقدر يقسط هذه القيمه لمده سنتين. خليني برضه اقول حاجه ثانيه مهمه جدا في الحقيقه، يمكن الكابتن عدلي حتى بيقول كفايه الضغوط اللي بيتعرض ليها النادي الاهلي في الخارج. انا في الحقيقه كنت سعيد جدا وانا قاعد مع اعضاء النادي الاهلي وبنتكلم في ازاي نبحث عن حلول مشتركه ويبقى عندنا رؤى مشتركه تمكن اعضائنا فعلا من الالتزام بعمليه السداد ونقدر نحافظ على النادي الاهلي. في الحقيقه كنت بغايه السعاده لانهم كانوا في قمه الايجابيه، عدد كبير جدا منهم كان في قمه الايجابيه متفاهم الموقف، قال يا جماعه بس ادونا. ويمكن احنا على فكره على طول لما عرضنا الامر على مجلس الاداره على فكره وقلنا ان احنا الاعضاء عندهم وجهه نظر ان احنا طبعا داخلين على موسم الصيف، وانا بقول اللي هم قالوه في الحقيقه لانهم يعني في الحقيقه كان عندهم اكثر من رؤيه منطقيه قادره على ان احنا نطبقها على ارض الواقع، وده دايما زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي ان اعضائنا هم دائما بيكونوا جزء من الحل وليس جزء من المشكله، زي ما اتعلمنا على طول كلنا في النادي الاهلي ان الاعضاء فعلا كانوا جزء من الحل. فقالوا طب ادونا فتره سماح سنه دي عشان احنا ده حق الدوله وده حق لابد من الالتزام بسداده، النادي الاهلي جهه تحصيل وليس جهه قادره على اعفائنا من هذه الضريبه، فادونا فتره لمده سنه. وبالفعل يمكن الخطاب اللي انتم تفضلتوا فيه مشكورين على طول كان في استجابه سريعه من مجلس اداره النادي الاهلي الموقر في الحقيقه برئاسه الكابتن محمود على طول ان احنا نمد لفتره السداد دي لحد 30/6/2023، فاصبح حضرتك عندك سنه كامله بدون اي ترتيب اثار للفايده على هذه القيمه الماليه المحدده انك تقدر تدفعها. الحاجه الثانيه كمان في الحقيقه الايجابيه اللي انا النهارده كنت شايفها من عند الاعضاء، هم وجهونا ان في عمليه لبس نتيجه لسوء عمليه الاتصال، وده احنا على طول استجبنا لرؤيتهم، وكان على طول في توضيح على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، كان في على الابلكيشن بتاع النادي الاهلي وضحنا ده بسرعه في الحقيقه. وده الدور دايما الايجابي اللي احنا بنلمسه من اعضاء النادي الاهلي ان عندهم حلول مبدعه في الحقيقه، واحنا على طول بادرنا بده بسرعه. الحاجه الثالثه كمان ان هم قالوا يعني يا ريت ان احنا
بعض المعلومات الخاطئه، لان الاعضاء كان عندهم فكره خاطئه انك انت لو ما دفعتش الضريبه دلوقتي حالا مش هتقدر تدفع رسوم الاشتراك السنوي الجديد وتتمتع بكافه خدمات العضويه. لا ده ما كانش حقيقه. في الحقيقه جميع الاعضاء، ويمكن انا امبارح برضه رحت ثاني يوم في الحقيقه زايد بتكليف من كابتن محمود، قال لي تتواجد في زايد اليوم الثاني، ورحنا فعلا تواجدنا في فرع الشيخ زايد، وقابلنا مجموعه برضه من الاعضاء، واتنين من الاعضاء كلهم في الحقيقه حريصين ايضا على سداد الاشتراكات السنويه للنادي، وايضا الاشتراك في كافه انواع الخدمات اللي بيقدمها النادي، سواء كانت خدمات خاصه بالاكاديميات او خدمات خاصه بتجديد الاشتراك السنوي او باضافه اعضاء جدد على العضويه زي اضافه الابناء او فصل الابناء في الحقيقه. وكانت ماشيه في سلاسه كبيره جدا. فاسمحوا لي من خلال هذا البرنامج وقناتنا الموقرة ان انا اوجه الشكر الجزيل في الحقيقه على دعم ومسانده اعضاء النادي الاهلي للنادي وناديهم في الحقيقه في ظل الظروف اللي بتمر بينا، وايضا حرصهم على التزامنا بالقوانين. وعلى فكره النادي الاهلي يمكن كان هو النادي اخر نادي في الحقيقه طبق ده بشكل فعلي، لان كان كل الانديه الثانيه في بعضها يمكن ما خدش السلك الخط القضائي عشان يقدر يعني يبذل قدر كبير من المجهود في الحفاظ. احنا كنا حريصين على ان احنا نبذل اقصى قدر ممكن ونوصل لابعد مسافه ممكنه نقدر نعفي اعضائنا من هذه. اعتقد ان الكابتن عادل واستاذ ابراهيم يمكن مجموعه الاسئله اللي حضراتكم تفضلتوا بيها وطرحتوها اصبحت واضحه، ولو في اي تساؤل اكيد انتوا عندكم تساؤلات كتير من اعضائنا الموقرين احنا نقدر جاهزين بالاجابه ليه والتوثيق بشكل واضح. تحصيل قيمه الضريبه المضافه يا دكتور ما كانتش قاصره فقط على العضويات الجديده، كانت امتدت لكل اموال النادي الخاصه بالرعايه وعوائد البث وغيره وغيره. خطاب لجنه الفتوى والتشريع تضمنها مش كده؟ تضمنت يعني احنا حتى عقود الرعايه في الحقيقه زي ما حضرتك تفضلت يا استاذ ابراهيم اصبح بيطبق عليها ضريبه القيمه المضافه. على الرغم ان احنا طبعا تاريخ النادي الاهلي في الرعايه تاريخ كبير جدا جدا، يمكن عندنا اكثر من 15 عقد رعايه ممتد لسنوات كبيره ما كناش بندفع هذه الضريبه او لم تكن تطبق. وبالفعل طبعا تم تطبيق هذه الضريبه على عقود الرعايه وعقود البث التلفزيوني وايضا بعض العقود التجاريه الاخرى، وده تم التزام النادي بها، والنادي حريص على سدادها في التوقيتات التي تحددها في الحقيقه وزاره الماليه احنا ملتزمين بيها. وكمان احنا بنتلافى ده في عقودنا كمان من فتره كبيره، يعني حريصين ان احنا كمان عشان ما نحملش النادي الاعباء ماليه، ده بالنسبه لنا مهم جدا لان الضريبه النهارده بتتجاوز ال 14%. فاعتقد ان احنا برضه حريصين على، لان في النهايه الايرادات اللي بتيجي النادي بتيجي للنادي عشان نقدر نعمل عمليه التطوير لخدمه اعضاء النادي الاهلي في الحقيقه. تمام. بخلاف كده يمكن اذا سمحت لي يا استاذ ابراهيم برضه يمكن كان حاجه جميله جدا من الاعضاء وانا بتكلم معاهم في الحقيقه كانوا بيسالوني يعني احنا عايزين نعرف المشروعات، فكنت بكلمهم على المشروعات اللي بتتم في الشيخ زايد في الحقيقه، فقالوا طب ليه انتوا ما بتقولناش على الحاجات دي وتعرفونا ان في ملعبين اللي في كره القدم ان شاء الله، الملعبين اللي موجودين دلوقتي الكبار الرئيسيين في كره القدم ان شاء الله في خلال شهرين من الان سوف يتم افتتاحهم ان شاء الله، عمليه التطوير اللي بتتم من البوابه الموجوده وتدخل على الملاعب دي باماكن انتظار السيارات ان شاء الله في فتره ايضا قد لا تتجاوز 3 شهور هتكون العمليه دي انتهت باذن الله. النهارده بدانا الدور سقف الدور الثاني من المبنى الاجتماعي الجديد بتاع الشيخ زايد، ان شاء الله احنا على نهايه السنه الحاليه ان شاء الله نقدر نشوف ان شاء الله باذن الله نستمتع اعضائنا بيه. عندنا ايضا المسجد بدانا الحفر فيه ورخصته انتهت، وبدانا اسناده ايضا لاحد الشركات الوطنيه التابعه لاحد الجهات السياديه، ده موجود. حمام السباحه برضه بدانا اجراءات الحفر والتجهيز فيه، ده برضه يمكن دي صحيح احنا يمكن بنبقى حريصين شويه ان تبقى عندنا توقيتات محدده عشان نقول البلان بتاعتنا، وده برضه يعني بيعكس دايما حرص اعضاء النادي الاهلي على صحه تدفق المعلومات والبعد عن الاشاعات التي يمكن ان تكون
في بعضها معلومات غير صحيحه على الاطلاق. ايضا ملامح الجيم الجديد النهارده، الشركه النهارده وكل اعضائنا النهارده شايفينه زايد، ويمكن كان في زياره من القريب العاجل للكابتن محمود، في الحقيقه تفقده زايد، وكان في توجيه ان احنا نزود منطقه الالعاب بالعاب جديده، زودنا منطقه الالعاب بالعاب جديده، الرابر ان شاء الله اللي هو ارضيه الملاعب بتاعه العاب الاطفال ايضا في الشيخ زايد هتخش ان شاء الله في خلال 15 يوم هتبقى موجوده وتتغير بالكامل. في حاجه كمان احنا حابين ان احنا ايضا يعني نوضحها في الشان ده وفي الاتجاه بتاع عمليه التطوير اللي بتتم في البنيه التحتيه. احنا عملنا عمليه صيانه لم تحدث في الفتره الماضيه من 4 سنوات، عمليه سباحه، عمليه صيانه كامله لكل حمامات السباحه في النادي الاهلي في جميع مقرات النادي الاهلي، سواء كان في الجزيره او في الشيخ زايد او في مدينه نصر، دي عمليه صيانه دوريه. وهنا اسمح لي برضو ان انا اتوجه بالشكر الجزيل لاعضاء النادي الاهلي في الحقيقه ايضا على حرصهم على ان عمليات الصيانه، يمكن احنا ما كناش قادرين بسبب عمليه كورونا، بسبب كورونا ما قدرناش نعمل عمليه صيانه دوريه، ايضا بسبب المواسم المتلاحمه ما قدرناش، لكن كانوا حريصين اعضائنا على ان احنا نقوم بعمليه الصيانه الدوريه. يمكن الجزيره النهارده حمام الاطفال شغال، حمام الرئيس بتاع الكبار شغال، ايضا الشيخ زايد النهارده عمليه الصيانه تمت وبنجاح كبير، ايضا مدينه نصر منطقه ترفيهيه، ايضا الحمام الرئيسي مجمع حمامات السباحه تمت صيانته بالكامل، وكانت الفتره دي بدايه من 1/5 حتى ايضا 15/6، ويمكن كنا احنا حريصين ان احنا ناجر حمامات سباحه في هذا التوقيت عشان الفرق الرياضيه بتاعتنا تبدا فترات اعدادها في التوقيتات المناسبه بتاعتها. ده برضو احنا خلونا نقول ان النادي الاهلي اسره واحده في تفهم كامل من اعضائنا، وده دايما اللي بيخلينا احنا في النادي الاهلي نتقدم للامام. الشيخ زايد ايضا تم تطوير 6 ملاعب بتوع التنس، وايضا موجود دلوقتي الملاعب بتاعه البادل وصلت الحمد لله وكلها من الخارج استيراد، ان شاء الله هنركب الملاعبين ان شاء الله بنجهز لهم الارضيه بتاعتهم يركبوا في الشيخ زايد. في الحقيقه احنا مستمرين في تاديه واجبنا نحو اعضائنا اللي هم يستحقوا مننا كل جهد وكل عرق، لان عضو النادي الاهلي في الحقيقه حريص على ناديه ودايما بيقدم الحلول ولا يدخل في اي مشكله، لانه حريص على النادي الاهلي بشكل كبير. دكتور، اكيد بلغك بمناسبه مواقف النادي تعليق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي على موقف الاهلي واللي تعرض له في الفاينل الافريقي امبارح في الاداره التنفيذيه. يعني خليني اقول لحضرتك يا استاذ ابراهيم، في الحقيقه تعليق مستر موتسيبي على موقف النادي الاهلي هو بيعكس التقدير الكامل من الاتحاد الافريقي لرؤيه النادي الاهلي، وفي الحقيقه ده بياكد، مش عايز اقول اكتر من صحه موقف النادي الاهلي عندما تتحدث وفقا للوائح، وعندما تتحدث وفقا لقيم الرياضه التي تحرص على تطبيق معايير العداله والنزاهه وتحرص على الصالح العام لصناعه كره القدم الافريقيه، سوف تجد اذان طاغيه من صناع القرار داخل الكاف. وده في الحقيقه كان واضح جدا، على فكره احنا مش بنقول الكلام ده بعد صدور قرار الاتحاد الافريقي بان تكون المباراه النهائيه من مبارتين مره ثانيه، ولكن ده كان واضح جدا في كلمه كابتن محمود اثناء المؤتمر الصحفي عندما تحدث كابتن محمود الخطيب وقال بالحرف الواحد وفقا لنص ما تم القائه في المؤتمر الصحفي، ان الكابتن محمود عندما تم اختيار مستر موتسيبي رئيسا للاتحاد الافريقي كان يملأه الامل الكبير بان هذه الشخصيه قادره على قياده كره القدم الافريقيه، واننا حتى في ظل هذه الازمه ما زال هذا الامل الكبير لدينا بشكل واضح. وبالفعل النهارده امبارح اثبت مستر موتسيبي صحه رؤية النادي الأهلي في أن مستر موتسيبي سوف يقود القارة الأفريقية كرة القدم الأفريقية للأفضل. وحتى احنا كنا حريصين على مجموعة من القيم الأصيلة في الرياضة، عندما ذكر النادي الأهلي 6 مطالب أساسية من الاتحاد الأفريقي كنا كابتن محمود قال كده، نعلم أن هذه سلطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولكننا أيضا بصفتنا أحد أعضاء هذه القارة والتي نفتخر بعضويتنا
بهذه القاره اننا نقدم رؤيه، وهذه دور ومسؤوليه الاهلي التاريخيه نحو قارته الافريقيه، بان احنا حطينا ست مقترحات وليست ست مطالب، لان احنا نعرف كيف تنظم اللوائح الاختصاصات واختصاصات الاتحاد الافريقي ونحترمها كثيرا. وايضا قرار الاتحاد الافريقي هو فيه الكثير من التقدير والكثير من الاحترام للنادي الاهلي، لانه عندما قرا مطالب النادي الاهلي علم جيدا ان النادي الاهلي يحرص على نزاهه وسلامه وشفافيه عداله المسابقات الافريقيه، ولا يسعى لتحقيق مكاسب شخصيه داخل القاره. تمام يا دكتور، احنا شاكرين جدا مداخله حضرتك، ولعلك اوفيت كل هذه الجوانب المهمه. شكرا يا دكتور سعد. شكرا. شكرا جزيلا للدكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي. اعتقد الامور واضحه يا باشمهندس. لا، هو ايضاح كان لابد منه، خصوصا في الشق اللي يخص الاعضاء، يعني الشق اللي هو الاجابه على الثلاث اسئله: هل القرار ملزم؟ مؤكد ملزم. اه. نمرة 2، هل كان يستطيع النادي الأهلي يتحمل بالنيابة عن أعضائه؟ القانون بيمنع هذا. نمرة 3، الوسائل اللي اتخذها النادي الأهلي أولا لمحاولة التخفيف، أو أن يعرف القرار يطبق من إمتى، أو طريقة السداد. وقد أجيبت على هذه الأسئلة إجابات واضحة من الدكتور سعد. أيضا ما قام به النادي الأهلي وتنفيذه في تطوير مقرات الاهلي الثلاث، واضح ان في جهد كبير جدا يجب ان يعلمه الجميع، وان كان الاعضاء طبعا بيشعروا بيه لكن احنا طبعا اعضائنا مدركين كويس قوي ان النادي الاهلي عليه التزامات كثيره، وانه لن يتوانى عن دعم اعضائه والقيام باقصى جهد لخدمته. ده كلام مهم جدا، لانه ده الدور الكبير للنادي. ولعلكم متابعين دوره العاب البحر المتوسط في مدينه وهران الجزائريه وما يتحقق فيها من انجازات. النهارده او منذ قليل وصلت مجموعه من البعثه المصريه البطله المصريه التاريخيه، وانا لما بقول لكم بطله تاريخيه، بسنت حميده الفايزه بذهبيتين في العدو سواء في 100 او في 200 متر، دي بطلة تاريخية بكل المقاييس. وبطلنا كمان إيهاب عبد الرحمن الفائز بالميدالية الفضية، كان في استقبالهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. نشوف هذا التقرير. النهارده بطلتنا يعني بسنت وبطلنا ايهاب، انا جيت بستقبلهم. انجازات مهمه جدا للرياضه المصريه، انجازات كبيره جدا، ده حاجه كويسه، لكن ده بدايه اعداد وتاهيل ل 2024. لكن لازم يعني ننقل للشباب المصري والمصر كلها، احنا ولادنا تجهيزاتنا، احنا بادئين من يناير 2019، باكد تاني بادئين من يناير 2019، ملحمه ماشيه ل 2024 و2028. ولادنا اللي شاركوا او المشروع القومي للموهبه والناشئين والبطل الاولمبي اللي خارج، احنا مكملين. علشان كده بدايه البحر الابيض المتوسط مهمه لسببين: اولا الشقيقه الجزائر، وكل الشكر والتقدير لشقيقتنا الجزائر معالي وزير الشباب والرياضه، الشعب الجزائري الحقيقه حفاوه كبيره جدا بتعبر عن العلاقه الثنائيه ما بين البلدين. كمان ولادنا ان ده بدايه او اعداد المرحله الثانيه من بدايتنا 2019. البطلين دول حقيقه ظروفهم في طوكيو ما شاركوش، كان في هاب الظروف اللي ما شاركتش واحنا كنا وراه، وبسنت كان عندها اصابه. احنا دلوقتي بنكمل يعني الحمد لله الفتره القادمه ليهم، وبنقول لهم الف مبروك. طبعا انا بحييكم وبحيي قناه الاهلي، وطبعا شعور عظيم جدا كل الناس دي وكل الجماهير دي، انا بشكرهم والله الحمد لله، ربنا كرمني يعني ان انا اعرف اتخطى المرحله دي، واعرف اتخطى الاصابه واتخطى المشاكل النفسيه، واقدر اقف تاني على رجلي، واقدر ان انا احقق تاني انجازات كويسه بفضل طبعا الكوتش، بفضل اهلي وفضل الدكاتره بتوعي اللي شغالين معايا، فبشكرهم جدا. جمهور الجزائر جمهور
راقي جدا ومحترم، شجعني بكل قلب اكني في بيتي بالظبط، كانوا مبسوطين جدا بيا. البطوله كانت اجواء كويسه جدا هناك، تنظيم كويس، كل حاجه كويسه. الحمد لله هو الظروف شويه ما اعرفش التوفيق، بس الحمد لله ربنا كرم بميداليه. انا خدتها كنقطه بدايه ان خلاص الماتش عدى، ان شاء الله اللي جاي نركز في اللي جاي، صفحه واتقفلت، بس ان شاء الله اللي جاي بقى احسن بكتير. كان في اخطاء اتعلمنا، ان شاء الله اتعلمنا من الاخطاء بتاعتنا، ان شاء الله نقدر نصلحها ونعمل حاجه كويسه في اللي جاي ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي يعني مهما اتكلم يعني مش هقدر اوفي حقه، اقول زي ما قلت قبل كده، انا حتى لما كنت موقوف هو الحاجه الوحيده اللي وقفت جنبي هو النادي الاهلي، ان الحاجه الوحيده اعضاء مجلس الاداره هم اللي كانوا مقتنعين ان انا اقدر ارجع. كان في سبورت فظيع من اعضاء مجلس الاداره بكده، كابتن محمود الخطيب ومع الوزير عامر فاروق، كلهم بلا استثناء كان في سبورت جامد جدا ان انا لازم ارجع وان انا لازم ابقى احسن من الاول. انا بقول لهم هم ووزاره الشباب والرياضه، يا جماعه انا اسف ان انا ما قدرتش اجي المدينه ده، بس ان شاء الله اقدر اعوضها ان شاء الله الفتره اللي جايه. حاجه تسرني طبعا، تسر كل الابطال وكل يعني لاعبي العاب القوه، ده يعني بيعبر عن التقدير النجاح. وانا سعيد برضو ان بنت زي بسان كسبت، عشان البنت دي مميزه وبتمثل تمثيل مشرف للفتاه المصريه. الله يبارك رحمه، ما خدش فرصته مع الكورونا، هو محتاج يسافر بره، وهو طول عمره كان بيسافر بره، بيقعد مع مجموعه من الرمح اجنبيه، فنلندا والمانيا واقوياء الرمح، فهو محتاج يطلع وما عرفش يطلع عشان ما عرفناش ناخد فيزا كذا مره يعني، فان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن. والله احنا من اول مره شفنا باسنت واحنا ابتدينا ندخل على طول في موضوع لازم رعايه من نوع خاص، ولازم نتبنى كل المواهب اللي زي باسنت. باسنت كانت من اول سباق ليها اللي هو ال 100 متر كان باين انها يعني وحش، يعني هتقدر تحصد الميداليات باذن الله. وايهاب كمان وبعض وكل ولادنا صراحه عملوا مجهود مش بطال. احنا ان شاء الله هنتجه في الاتجاه قريب، وان شاء الله احنا جايين نستقبل نفسنا باسنت عشان بس نبين لها جزء بس صغير من اللي هي عملته لنا، ورفعت اسم مصر، رفعت علم مصر ازاي. فاحنا ان شاء الله باذن الله وراها وورا كل اللي زي باسنت اللي واعد ان شاء الله يجيب لنا ميداليات في باريس 24 ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا التوضيح بتاع الدكتور سعد الشلبي فيما يخص اعضاء النادي، لكن تبقى ضربه البدايه المهمه مع مقالي وما قالوا ذهبيات الصدفه. ايوه، احنا وصلنا لهذا الرقم من الميداليات في دوره العاب البحر المتوسط في مدينه وهران الجزائريه، قفزنا للمركز السادس، عندنا طموحات في اكثر من ميداليه جايه، وصلنا حتى الان 49 ميداليه، منها 13 ذهب و14 فضه و22 ميداليه برونز. بس الغريب جدا اما ترجع شويه لورا ومش كتير ليوم 5 مايو، تلاقي اللجنة الأولمبية الموقرة المسؤولة عن إدارة الرياضة مسؤولية كاملة، انطلاقا من رغبة بعض الاتحادات أو معظم الاتحادات الرياضية ما كانتش عايزة تسافر الدورة دي أصلا. الاتحادات اللي اللجنة الأولمبية معبرة عن الاتحادات، هي معبرة يعني يعني الاتحادات خايفة تسافر. ألاقي اللجنة الأولمبية الموقرة في 5 مايو، على فكره ده نشر في كل المواقع والجرايد واتكلموا فيها لانه كانوا بيلحوا على الوزاره بلاش نسافر. اللجنه الاولمبيه تدعو لاجتماع طارئ وتدرس الاعتذار عن دوره البحر المتوسط، ده كلام يا جماعه في 5 مايو عشان لما الناس تركب الموجه دلوقتي وتركب في الفرح تعرفوا الرياضه بيتخطط لها ازاي. هلاقي اللجنه الاولمبيه في 5 مايو كما نشر في معظم الصحف ودي من المصري اليوم، دعا المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مجلس الإدارة لاجتماع طارئ بداية الأسبوع المقبل لحسم قرار الاعتذار عن عدم المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران بالجزائر بعد شهر ونصف الشهر، من بدري قوي عايزين يمشوا. جاءت فكرة الاعتذار بناء على الطلب عدد من الاتحادات الرياضية التي أبدت غضبها من انعدام الدعم الخاص بالدورة بخلاف ضيق الوقت وعدم الاستجابة لطلبات الاتحادات المختلفة مؤخرا رغم تكرارها. وجاءت ردود اللجنة على مدار الأسبوع الماضي لتؤكد إرسال ما يفيد بالتأخر في إرسال دعم للمتوسط من قبل وزارة الشباب والرياضة، يعني الوزارة كمان متأخرة
في خطاب رسمي للوزارة في بداية مارس الماضي دون أن يصل رد من قبل الوزارة سلبا أو إيجابا. كما يتطرق الاجتماع الطارئ لمجموعة من الملفات المهمة، منها الإضرار ببرامج الإعداد لباريس 2024 وما يترتب على ذلك من أثار سلبية تضرب الألعاب الفردية والجماعية معا، وهو ما تسببت فيه الوزارة أيضا بتأخر دفعات الدعم المقررة والمتفق عليها مع الاتحادات واللجنة الأولمبية. الكلام اللي انت بتقوله ده شديد الخطورة، لأن الحقيقة وأنا بتأمل النتائج قد تبدو براقة. انت بتفرح بالميدالية الذهب لما تتحقق ولما يحصل لك مفاجأة غير متوقعة، بنت من المجهول لم يسمع عنها أحد، وقيل أنها كانت مصابة في أكثر من مناسبة، وهي بتسخن كده تكوينها التشريحي والجسماني. أنا كنتش عارف أنها مصرية، قلت البنت دي عاملة زي بطلات أمريكا شمال أفريقيا كمان. لا يعني التكوين العضلي، أنا قلت دي حاجة زي بتوع لاتين أمريكا وأمريكا وكده. اتضح أنها بنت مصرية في مفاجأة شديدة، يعني أسعدتنا جدا. الأرقام اللي حققتها مش بس بتقول أنك تفرح بالميداليات، ده أنت عندك بنت بتعمل 11-10 وتكسر رقمين قياسيين. هي ديت من ثمرات رعاية القوات المسلحة للأبطال. ما هو لازم أي بطل هتجد وراه جهة ملتزمة. أيوة، يعني طلع كده القوات المسلحة ثم النادي الأهلي من الموضوع وقول لي إيه الميداليات اللي كنت ممكن تحققها. لكن بالتحديد في الكلام بقى اللي بيجاوبني على الكلام اللي انت قلته، لأن كان عندي تساؤلات، كنت أشعر إحنا مش رايحين بأقوى حاجة. يعني أنا بتابع الرياضة فعارف مثلا في رفع الأثقال، الله هو في إيه؟ فين محمد إيهاب؟ كان موقوف بس خلاص إيقافه اتفك، والراجل خد لطمة إنه مش هيشترك وأعلن اعتزال في باريس. وهو لكن البطولة دي لو جات له كانت هتبقى قبلة الحياة. فالنهاردة كاتب تويتا يقول لك اتضحك علينا، جينا نشترك قالوا لنا اللعبه اللي فيها اقل من 6 دول مش الميزان بتاعها مش هتلعب، ويفاجئ ان في ميزان اتلعب فيه 5 دول مما اضاع على مصر 4 ميداليات بس في رفع الاثقال مؤكده. كمان تشعر، انا شفت لعبنا النهارده اسمه احمد علي اعتقد عاشور ولا احمد عاشور ولا علي عاشور، احمد عاشور، تكوين بدني هايل، دخل على بعد كل الناس ما حطت ده، دليل ان هو بيرفع اكتر من الرقم اللي اخفق فيه ده بمراحل، لكن واضح انه مش مستعد، ثقته بنفسه كان يجي يرفع ويريح لمده طويله، والمعلق يقول له ارفع بقى عشان ما ترهقش نفسك، اهو ابننا ده واضح انه يعني كان يقدر مثلا يحط 10 كيلو على اللي رفعه ده، كان يضمن 2 ذهبيتين. تشعر بس في اتحادات عملت اللي عليه، اتحاد السلاحه عمل اللي عليه، برضو الكاراتيه والالعاب الفرديه. تعرف حتى الشكوى من عدم كفايه الصرف وتاخر وشكوى الاتحادات، اللي عالج الموقف ده المشروع القومي بتاع القوات المسلحة كان مجهز لك. ليه؟ لأنك عندك 46 لاعب من هذا المشروع جابوا 22 ميدالية. أيوه، نص الميداليات. ده اللي حقق. ما أنا بقول لك. بنت زي سارة سمير دي كانت مدة بعيد ترجع، جابت لنا 2 ذهب. تحس إن هي طفرات فردية وراها رعاية مش طبيعية من جهات زي ما انت بتقول كده مسؤولة. ابطال النادي الاهلي اعتقد ان احنا كنا من ممكن جدا في الجلة تحديدا لو اصابة ابننا الجمل كنا نقدر بدل البرونز نجيب ذهب. ايهاب عبد الرحمن الذي اريد ان اتوقف امامه، اللعيب ده لو جاب رقمه هو كان جاب 89 في قبل ما يتوقف الايقاف المشؤوم ده. ايوه، ولكن بعد ما رجع وصل انه جاب 83. هو مش جاهز برضه. فجاب اول رميه 74 وشويه حطته في المركز الثالث، اخر رميه
جاب فيها 78 حطته في المركز الثاني، كنا نأمل في ميدالية ذهبية، لكن أحييه وبقول له من هنا أنا كنت شاعر وأنت شايفه كده وزنه زايد مش عضلي مش النمط العضلي اللي أنا متعود عليه. لا في ترهل، ده لازم يجهز يا إخوانا. كل دي مشاريع أبطال وميداليات عالمية، إحنا عندنا أبطالنا الصاعدين هم أصحاب المفاجآت السعيدة لأنهم كلهم راجعين من مسابقات دولية وعالمية. أيوه الفروسية فاجئتنا، ولو إن شوف سوريا مثلا في ظروفها الصعبة دي في خدت ذهب وفضة، في الملاكمة خدت، في الأثقال خدت، في الفروسية خدت، يعني إنما عايز أقول مش وحش بس عايزين نبني بقى، مش هنقعد ندور على حد نحمل عليه، بس أرجو إن نشوف مدى سعادة الشعب المصري بنتائج أبنائه. والذي يجب أن يحيى الميدالية الذهبية أنا بديها لجمهور الجزائر، الجمهور الجزائري صحيح الذي أشعر البعثة المصرية أنها تلعب في القاهرة. صحيح صحيح، بقدر شغفهم بأبطالهم بقدر مساندتهم لأبطالنا. تنس الطاولة تنس الطاولة لولا أن لعيبتك خارجة من بطولة أفريقيا جاهزة قدرت تحقق ذهب وفضة في في في، وكان قريبا جدا جدا عمر عصر انه يعني يتقدم 2-0 وبعدين خسر 4. مجهود خارق بذلوه، نجوم ظهرت ونجوم عملت اللي عليها ونجوم ما كانتش جاهزه. نرجو ندرس بشكل علمي وما نبخلش على الانفاق لان ميداليا بتسعد شعب. ده كلام مهم جدا، لكن كمان تكريما وتقديرا لابطال الذهب اللي فازوا لمصر بالذهب، سيف عيسى في ذهبية التايكوندو في وزن 80، ونعمة سعيد ذهبية وزن 71 في الخط في رفع الأثقال، وكمان جابت نعمة سعيد ذهبية الكلين، وزياد السيسي جاب ذهبية سلاح، ويسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كيلو جرام ملاكمة، بسنت حميدة لاعبة نادي الجيش بالإسكندرية فازت بذهبية 200 متر عدو، وأيضا بذهبية 100 متر عدو. محمد عبد الموجود ذهبية وزن 66 كيلو جرام في الجودو، وعمر رضا ذهبية 74 في المصارعة الحرة. منتخب سيدات تنس الطاولة الميدالية الذهبية، وفي ريال أشرف ذهبية وزن 68 كاراتيه، ويوسف بدوي ذهبية وزن 84 كيلو جرام كاراتيه. ده أصحاب الذهب. في طبعا أصحاب الفضة والبرونز، لكن زي ما قلت لكم أو زي ما أشار المهندس عادلي، التقدير والتحية للجمهور الجزائري لأن موقفه من مساندة البعثة المصرية، الروح الطيبة جدا اللي أبداها الأشقاء في الجزائر تجاه الأبطال المصريين. فاكرين لما النادي الأهلي راح لعب في الجزائر؟ شفت الروح حتى لما رئيس نادي وفاق ستيف جه مصر. نعمة سعيد قلت غلط. سارة دي بتاعت الوسم الطويل خدت فاضي. نعمة هي اللي خدت اتنين ذهب يعني. فلما النادي الأهلي اهتم ببناء أو إعادة العلاقات الطيبة مع العلاقات الرياضية الطيبة مع الأشقاء في الجزائر، قلنا دي خطوة يتبنى عليها، لأنه الاستقبال الطيب والحفاوة الطيبة والتقدير المتبادل كان لازم يتبنى عليه. مع أول بعثة رياضية مصرية سافرت للجزائر في وهران، شفتوا الحفاوة والتقدير والتشجيع من الجمهور الجزائري الشقيق للبعثة المصرية، وهي ديت الرياضة ودي الرسائل مثل هذه الدورات سواء على مستوى ألعاب البحر المتوسط أو الدورات الأفريقية والعربية. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف كلام مهم جدا في الغربات. ما تخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. يمكن وإحنا بنستعرض الميداليات أنت تذكر أصل في بطولة، ده اللي كنت بقوله لك. سارة سمير دي كانت بتشارك في بطولة دولية ودية في أمريكا. وخدت اتنين ذهب بأرقام مميزة جدا، 110 في الخطف و 147 في الكلين والنطر. خدت ثلاث ميداليات هما ذهب. أعتقد إن الأرقام دي لو هي ما اشتركتش ليه؟ ما ده اللي أنا بقوله لك، زي محمد إيهاب قالوا الوزن ده مش مشارك، فادي كمان ميداليتين ذهب. يعني عايز اقول ان احنا كنا بشيء من التركيز والدراسه والحرص
ان احنا نروح نحقق مراكز متقدمه جدا كان ممكن نوصل ل 20 ميداليه، ده اعتقد يعني كان ممكن نوصل ل 20 ميداليه ده، وده كان هيحطنا في مكان كويس جدا. لكن انت خلي بالك قيمه بطوله البحر الابيض المتوسط انها نص اوروبا. طبعا يعني انت لو حطيت عليهم تنفس. روسيا وحطيت الـ يعني امريكا وامريكا اللاتينيه بقت الدوره الاوروبيه. واسكندنافيا. غالبا غالبيه الدول الاوروبيه ما بيجيبوش الصف الاول من ابطالهم غالبيتهم. يعني انا مثلا في الحديد مشاركين بابطال اوروبا. ومنهم ابطال اوروبا في الشباب. واحنا مشاركين بابطال في الشباب. بالظبط. لكن هي انت ما كل واحد على يعني زي ما بقول لك كل برغوت على قد دمه. صحيح. يعني انا ما عنديش طرف ان انا لازم اروح باحسن حال. يعني انا استشعرت انك بتبني فريق جديد في الكره الطايره ورحت بيه. يمكن كنت احنا على فكره احنا خدنا قبل كده ذهبيه الكره الطايره، كسبنا اسبانيا في النهائي. يوم الاربع مباراه خمسه وربع مباراه مصر واسبانيا على ذهبيه اليد. بخلاف بقى كره اليد. بس كره اليد رايحه بقوتها عن فول باور. ليه؟ لان عندها بطوله افريقيا بعد كده. وعندها برنامجها. لكن هو ده كمان الحديد المهندس عادل اشار خدوا بالكم يا جماعه الاهلي. بس انا عايز اصلح بقى دي البنت اسراء بنتنا اللي خدت الفضه. ودي بنت النادي الاهلي. في العاب القوه في الوثب الطويل. اسمها اسراء عويس. اسراء عويس. سيد نصير اول من فاز بميداليه ذهبيه لمصر في الحديد. خدوا بالكم شوفوا واحد زي امير الشعراء احمد شوقي ساعتها يكرمه بقصيده يقول له ان الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا. طبعا. فبص يعني عمق التاريخ المصري في الرياضه احنا محتاجين نرجع قد ايه باذن الله. خلي بالك ان فريق كره يد كره اليد بيدافع عن ميداليته لان هو سبق له الفوز بالذهبيه. هنطلع نشوف دلوقتي أبرز ما لدينا في الغربال. العينة بينة وبتزعلوا. المهندس عدلي وأشرنا في الحلقة بتاعت الأسبوع الماضي مع تغيير الجهاز الفني ومع تولي مستر ريكاردو سواريش المهمة وبعد ما تم الاستغناء عن مستر بيترو موسيماني إنه الأهلي بيتعرض لحملة شديدة جدا في السوشيال ميديا. فيه شغل ممنهج جدا لتكسير عظام اللعيبة، لهز الاستقرار، لضرب اللعيبة. الحق مشوا فلان، الحق فلان، وكله تشكيك في قدرات اللعيبة. والناس لما بتتكلم بتتكلم كل واحد ان هو اهلاوي. وقلنا يا جماعة جمهور الاهلي مش مزايدة، جمهوره ده حمادي حقيقة. الجمهور النبض الدائم للفريق ده حقيقة تاريخية، لكن الاندساس دي حقيقة سوشيالية موجودة. الناس يقول لك لا يا جماعة في اندساس، في كتائب أخرى شغالة على هذا الأمر، احذروها. محدش بيصدق والناس تعتقد إن احنا بننتقد جمهورنا، لا يمكن إن احنا ننتقد جمهورنا مبدئيا. هو الجمهور يا أستاذ إبراهيم الأغلبية كاسحة مقدرة موقف النادي الاهلي، ما احنا بنشوف في الشوارع والناس بتتصل بينا واحساس الناس بيها ايه؟ والناس وفي ناس بتنبري وتدافع من غير ما انت تطلب او اللاعب يطلب. واصبح في وعي، ما فيش شيء والشيء المضاد. لكن احنا نتحدث الجمهور ده مش واحد، ما تقدرش تقول يعني انت لما تيجي تقول ايه؟ يعني مثلا الشعب، الشعب يريد بس بيمثلوا اعضاء مجلس الشعب اللي هم بيحاسبوا الحكومه وبتاع. النادي الاهلي له مجلس اداره يحاسبه الجمعيه العموميه اللي بتختاره وبتجيبه. صحيح. اللي هي معبره عن مصالح هذه الجماهير. فكل حاجه لازم تمشي في سياق منطقي وسليم عشان ما حدش يجرفنا في كلمه مطلقه كده الجمهور مش عارف ايه، ما احنا اللي بنتحمل وانتم بتستفيدوا. يا سيدي كويس، انت بتتحمل ايه؟ انت حبيت الاهلي ليه؟ اسال نفسك هذا السؤال. انت حبيته لانه يستحق الحب. يستحق الحب لانه محترم، بيشتغل بشكل مؤسسي، بقيم وتقاليد، بطل، بيسعى الى البطوله، لا يقبل زيك وقبليك المسؤول عنه لا يقبل المركز الثاني. صحيح. ولا يدخر جهد. لكن عندما يحدث الامر هكذا ما يبقاش العلاج بالهجوم، ولكن صلحوا واحنا وراكم، صلحوا واحنا معاكم.
ولاعيبتنا اللي كل الانديه عماله تنفخ في لاعيبتها وتوصلها انها تبقى اساطير، واحنا بنجيب اساطيرنا ونوصلهم انهم بننزع منهم الثقه. بننزع اللعيب النهارده بيجيب الجون يروح يعتذر ويعمل مطلوب يا سيدي انك تشعر بجمهورك، لكن مش عايزينك تبقى تحت ضغط، عايزينك تبقى تحت ضغط المسؤوليه فقط. انت مسؤول بطاقه ايجابيه، انت اللي عندك، ولو قصرت هيحاسب، واللي حاسبه جهازه طبعا والنادي بتاعه. مش عايزين الامور تخرج عن السياق الطبيعي السياق الطبيعي. لكن لا حد فينا بيزيد على حب التاني، ولا حد فينا بيمنع التاني يقول رايه، يحتكر حبه للنادي الاهلي ولا يحتكر، لكن حافظه على اللعيبه ولا يحتكر صلاحياته على النادي الاهلي. صحيح. لما حذرنا من الاندساس يا جماعه قلنا لكم انه في ناس كتيره ملاحظ جدا انه يحط شعار الاهلي ويحط لون احمر ويكتب اهلاوي وتحت ده يعمل اللي هو عايزه تحت ستار انه الراجل اهلاوي، حتى لو كان المساله فيها اساءات، فيها شتايم، فيها مغالطات كمان، فيها ترويج لمغالطات فجه جدا. هقول لكم كعينه كده، حساب حط شعار الاهلي وكتب اسمه اهلاوي، يا ريت تشوفوه على الشاشه، شوفوا اللي كتبوا تحت هذا الشعار. هسألكم بالله عليكم يعني لو قريتوه، عشان لو مش واضح هقول لكم شوفوا كميه المغالطات والضرب في الاهلي عامله ازاي تحت ستار ان هو اهلاوي وتحت شعار علم الاهلي. الراجل بيقول ايه؟ كارثه. الاهلي استغنى رسميا عن بدر بنون وبرستاو وميكيسوني. حد فيكم سمع ان الاهلي استغنى عن برستاو؟ هل حد سمع ان الاهلي مشى ميكيسوني؟ الاثنين في العلاج لكن ماشي. اللعيبه مش هيكملوا الدوري والكاس مع الفريق، بصوا القرار اللي اتاخد والاسعار اللي الاهلي اشترى بيها الثلاث لعيبه. بصوا بقى الضرب في الزمن، بدر بنون ب 2 مليون دولار، بيرسي تاو ب 3 مليون دولار، ميكيسوني ب 1.5 مليون دولار، الاجمالي 6.5 مليون دولار، يعني 130 مليون جنيه. الاسعار اللي الاهلي باع بيها الثلاث لعيبه، باع بدر بنون مجاني. بالله هنا عليكم بقى هنا بقى الـ الـ الامر الكاشف. بصوا يعني بقى لما الراجل الاهلاوي ده بقى بيكشف نفسه. يعني قال لك بدر بنون الاهلي مشاه مجاني. الاهلي تلقى عرض من نادي قطر القطري ب 2.5 مليون يورو، وبيتم التفاوض على زياده القيمه مع اضافات اخرى. اضافات بنص مليون. يعني انت بتتكلم في 3 مليون يورو، قال لك لا مجاني. الاهلي هيسيب بدر بنون في نص الموسم مجاني. لا، والارقام اللي قال ان اشترينا بيها مش كده خالص. بصوا ارقام الشراء دي مش كده خالص. حتى ارقام الغيار اللي هو غير بيها مش كده خالص، بس هم متعودين على السوق السوداء انا عارف. لكن عايز اقول لكم انه قال لك بدر بنون مشيناه مجاني. بيرستاو الاهلي مشاه ب 500,000 دولار. لا يا راجل، ده راح فين بقى؟ امتى؟ ده الراجل بيتعالج، مشاه ب 500 بس. طب بيرستاو الراجل اللعيب الدولي اللي هو تقريبا اعلى قيمه تسويقيه في الدوري المصري، الاهلي مشاه بكام بحسب الراجل الاهلاوي؟ مشى بيرستاو ب 500,000 دولار، وميكيسوني بنصه ب 250,000 دولار. طب وداهم فين؟ حد فيكم سمع ان الاهلي باع بيرستاو ب 500,000 وميكيسوني ب 250,000؟ قال لك دي اداره خسرانه في ثلاث لعيبه بس 118 مليون جنيه يا ناس. شوفوا التحريض، ولسه الفضيحه الكبيره اخر السنه لما باقي اللعيبه المحليه هيتباعوا بملاليم. بصوا الضرب في اللعيبه اللي هتلعب، اللي مطلوب تجيب الدوري واتنين كاس. شوفوا اللعيبه اللي عندها قمه يوم 21 يوليو عشان تشوفوا الهدف من ده عامل ازاي. لا ده اللي جاي بقى هو اللي حد فينا فكر قبل كده ازاي بنخسر كل الفلوس دي وبنرجع نشتري في لعيبه اغلى من اي حد تاني؟ حد فاكر لو الزمالك او الاسماعيلي اللي بيهدروا المال العام زينا كده كانت الدوله عملت فيهم ايه؟ اهي ادي واحد. ايه رايكم بقى؟ يعني انا مش هقارن الاهلي بيجيب ايه والزمالك بيجيب ايه ولا الاسماعيلي، لا، ولا هقارن بين الموقف، بس شايفين الموقف اللي بيعلن عن نفسه؟ شايفين السطور اللي بتفضح؟ شايفين فكره الاندساس واصله لفين؟ طيب احنا مسنودين، هو بقى بيتكلم على انه اهلاوي، بيقول لك احنا مسنودين من الدوله ورجال الاعمال المصريين والخلايجه، وادارتنا دي مجرد صوره وهميه ملهاش اي دور ولا اي لازمه. اهلاوي
وامشوا وراه. حطوا لي والنبي شعار اهلاوي. زعلانين ان احنا حطوا لي شعار اهلاوي والنبي بعد اذنكم عشان تشوفوا اللي كاتب ده حاطط علم الاهلي وشعار الاهلي واسم اهلاوي. قال ده محتاج ان احنا بس احنا ده ما يتشالش بعد اذنكم. المهم بعد ان كل ده الجمهور لسه بيقول بيبو بيبو وبنقول على نفسنا ان احنا بنفهم وشتيمه بعد كده. لا لا قولها. بقول لك ده احنا شويه رعاع. تصور الاهلاوي عشان لما نقول لكم خلي بالكم مش اي واحد يقول لك انا اهلاوي ولا جمهور اهلي. يا جماعه هذا الكلام اقروه واستوعبوه. دي كتايب علنا، دي كتايب موجهه ضد الاهلي وتحط الشعار. وفي كتايب دي كتايب خايبه. وفي كتايب اشطر بقى ما بتبينش الموقف. بيقول لك الاهلي اشترى ثلاث لعيبه ب 130 مليون عشان يخسروا افريقيا وياكلوا ثلاثه من سموحه ويتعادلوا مع ناشئين الزمالك. شفتوا بقى كنا بنتريق على ساسي وبنتريق دلوقتي على بن شرقي اللي قاعد لاخر يوم في عقده عشان ما يسيبش فريقه. بصوا بقى، بصوا الاهلاوي. واحنا عندنا بدر بنون قال لنا عنده ازمه قلبيه وبنفتح التلفزيون لقيناه بيصوت في برنامج رامز ودلوقتي هرب على قطر ببلاش. انتوا متخيلين يا جماعه؟ انتوا متخيلين العينه ديت عينه الكتائب؟ بس دي عينه كتائب خايبه قوي بتعلن عن نفسها كده بوضوح شديد. بس ده جمهورنا اللي احنا بنقول له شوفوا الاندساس بتاع الكتائب الالكترونيه ضد الاهلي بتشتغل ازاي. عشان كده بقول لك الايام الكاشفه. لان كويس ربنا رزقنا ان حد فضح نفسه بالمنظر ده. الحقيقه الامر استفز جدا واحد من الاهلاويه اللي كانوا نشطاء جدا على السوشيال ميديا وكان عمل رابطه محب الاهلي الصديق العزيز خالد شاكر. استفزته العمليه جدا وبقاله فتره بعيد حتى عن الساحه السوشياليه ديت. فكتب الاستاذ خالد شاكر على الحساب بتاعه علشان ننقد مدير فني بدا شغله اول امبارح يبقى اللجان اشتغلت بدري. لان الناس بتنقد وبتسيء لريكاردو سواريش بعد ربع ساعه من شغله وربما قبل ما يشتغل وقبل ما يجي مصر كمان. فخالد شاكر بيقول لك علشان يبدا النقد لمدير فني لسه شغال ولسه مستلم الشغل يبقى الكتايب ديت اشتغلت بدري قوي. وبيقول لو اضفنا اليها ان كل مدير فني بيجي الاهلي في السنين اللي فاتت يبدا بدايه قويه ثم تبدا عليه عمليات النقد والهجوم الى ان يرمي الفوطه ويبقى عايز ينفد بجلده يبقى الموضوع مش عشوائي. الموضوع ممنهج يا جماعه. وفي بعض الجماهير استحلت انها تنتقل من كرسي المشجع والداعم الى كرسي الناقد والخبير الفني اللي بيرضي رؤسائه والمسؤولين الزملكاويه اياهم عشان يلاقي شغل. وقلنا لكم ديت كتاب بالظبط. انتوا ازاي مش شايفين الشغل الممنهج ضد الفريق يا جماعه؟ ازاي مش شايفين ان النقد الاعلامي وحكاوي السوشيال ميديا بدل ما يكون للفريق اللي لاعبته بتسيبه او ممتنع عن اللعب والموقف اللي هم بيمروا بيه كل ده متساب والنقد شغال على حارس مرمى فايز بجائزه افضل لاعب في بطوله افريقيا والناس بتطالب انه يقعد وتتسحب منه الشاره ويعدم بالكرسي الكهربائي. هجوم هجوم وعلى مدير فني مؤقت تحمل المسؤوليه في ظرف صعب وادى اللي يقدر عليه. هجوم على فريق فايز ببطوله افريقيا مرتين ولعب فاينل في ظروف صعبه وفايز بالدوري 4 سنين ورا بعض وضيع منه الدوري الاخير بفعل فاعل. كل ده اتساب. برونزيتين في كاس العالم اتسابوا. احنا مش شايفين التضييق اللي على نادينا؟ ينفع نضيق احنا كمان علينا؟ قدامنا 3 مباريات فاصله في الدوري محتاجه مشجعين داعمين عندهم الرغبه في القيام بدورهم بجد لصالح الاهلي. الاهلي مش محتاج رضا عبد العال والغندور اللي دورهم احباط المدير الفني والفريق، انما محتاج لعم حسين الله يرحمه واشباهه. عليك ان تحدد موقفك وتختار الى اي فئه تنتمي، مشجع الاهلي ام عضو فاعل في لجان وكتائب تشتيت الاهلي الممنهجه علشان نقدر نلقى الرعاية. وكل عام وأنتم بخير. دي برضو عينة من عينات الغضب أستاذ إبراهيم. بمناسبة ما ذكر الآن في العملية الممنهجة للهجوم على الأمانة تقتضي يعني حلول حاجة ومش هعقب عليها على المدير الفني. من ضمن الحاجات
ان كان في برامج انتقدت انه المدير الفني راح اتكلم مع لعيب من فريق بتروجيت. جاءني مكالمه اليوم من الكابتن جمال حمزه. وقال لي يا كابتن عدلي انا بكلمك لاني انا لم اقصد ان يفهم انني اهاجم المدير الفني. وان ما حدش يقدر يقيم حد ولا يهاجمه قبل ما يشتغل بالفعل. ولكن انا كنت بوضح ان دي ثقافه مش موجوده عندنا ان مدير فني يروح يشكر لعيب ربما يساء فهمها او تساق في اتجاه ان اللاعب يحصل له نوع من يعني الغرور او يؤثر على قيمته التسويقيه. قلت له يا كابتن جمال الكلام اللي ضايق الناس انك عندما ذكر هذا الامر الناس لم تربط بما قاله فيريرا وهو يشيد ب ايبوكا لاعب ام بي وتوجيه الاشاده اليه بشكل واضح. كما نقلته ايضا يعني وسائل الاعلام. ولكن تحبني انقل الكلام بتاعك ده؟ قال لي انقله لان انا مش عايز اتحط في كفه مع الناس التي تسيء للاهلي عمال على بطال. انا بحاول ان انا اكون موضوعي واقعي وانا ما قصدتش اطلاقا ان انا اخد موقف ولا اسيء للنادي الاهلي. هذا كلام اقوله ولا اعاقب عليه. ده كلام الكابتن جمال حمزه في نقده او في رايه ضد على فكره اللاعب نفسه استاذ ابراهيم في كلامه الوحيد الذي كان اكثر ادراكا من اي حد. لما بيساله الاستاذ هاني حتحوت طب وانت لما سمعت الكلام اللي قال لك انت كنت كويس وانا بتابعك وهتابعك وكده حسيت بايه؟ قال له طبيعي جدا ما حسيتش باي حاجه وانا عملت حاجه. انا ما خدتش ما كبرتش الكلام. هو الكلام كبر ليه؟ انا ما خدتش الكلام اكتر من ربما يكون مجامله. عارفين الكلام كبر ليه يا جماعه؟ صدقوني بجد لانه خاص بمدرب الاهلي. وكل اللي بيضربه بيضربه في استقرار الاهلي وفي بدايه عمل الراجل مع الاهلي. ولو عايزين تصدقوا او لو مش مصدقين هفكركم. جيزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عملها قبل كده واتكتبت وهس جميل وبرافو وهايل. هفكركم. وروح رياضيه. فيريرا يشيد بايبوكا مهاجم انبي بعد تألقه امام الزمالك. وقابله وقال له برافو وانت كويس. طلعت المواقع كتبت ان ده سلوك رائع. قال لك اليوم السابع اشاد البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك بالنيجيري جون ايبوكا مهاجم انبي بعدما قدم الاخير مستوى جيد وظهر بشكل لافت للنظر خلال المباراه الاخيره. وكشف مصدر في انبي ده اللي اتكلم في انبي يعني الكلام حلو قوي انه فيريرا بعد المباراه تحدث مع ايبوكا وهنأه على المستوى الجيد الذي ظهر به مؤكدا ان النيجيري ابدى سعادته بالإشادة التي نالها من مدرب الزمالك وظهر إيبوكا بشكل مميز في الزمالك في المباراة يعني اللي حصل من ريكاردو سواريش مع لاعب بتروجيت حصل من فيريرا مع لاعب إنبي ولم يقطع وقف هناك كانت إشادة وبرافو وده سلوك رياضي حلو ولا حد توقف ولا حد لام ولا حد قال ولا حد عاد حتى لما قالوا إن الزمالك بيفاوض إيبوكا وحتى لما بيتقال إن في أندية بتفاوض لعيبة قبل ما تواجهها قبل المباريات وللأسف بقى بيتكتب عادي بقى بيتكتب الاتصال باللعيبة والاتفاق معاها عادي جدا قبل المباريات لكن أنا بتكلم أنت بتحمل على مدرب الأهلي وبتخلق من الموضوع قصة وبتضغط عليه وإزاي ده إحنا وأسمع محللين يقول لك إحنا ما تعودناش على كده في ملاعبنا يقول لك آه صحيح بتحصل في أوروبا بس ما تعودناش عليها هنا هي إيه؟ ان في واحد يقول لي لاعب منافس برافو انت كويس ايه اللي في ده من خطا وبعدين لو ده خطا طب مع فيريرا وايبوكا ما كانش خطا ليه لكن زي ما قلت لكم المطلوب والمقصود والمستهدف الاهلي ومدربه الجمهور عايز ياخد باله ياخد باله عايز يزعل يزعل لكن زي ما قلت لكم هذه كتائب ممنهجه شغلها واضح جدا منافسات الدوري صعبه قوي الجدول المضغوط الكتائب اللي شغاله شغاله عشان تضرب في استقرار الاهلي تشكك في قدرات اللعيبه وتضغط على اللعيبه
اعتقد شفتوا العينه وقد ايه كانت باينه. نطلع الفاصل. للاعبين ان هي تتعايش وان هي تتدرب مع المدرب الجديد. مش gostei muito da forma como eles tentaram fazer aquilo que eu pedi. ولكن سعدت جميعا ان انا اشوف الشكل بتاع اللاعبين هي بتحاول تطبق الحاجات او التعليمات المدرب اعطاها ليهم. Mas não poderia pedir muito mais porque temos pouco treino e isto é um processo longo e contínuo, vai ser um grande desafio este treinar o Al-Ahly. ما كنتش اقدر اطلب منهم زياده عن كده لان الوقت ما كانش في صالحنا واكيد في المستقبل المدرب بيقول هيكون في طلبات اكتر وحاجات افضل من كده. En relação à segunda pergunta, eu tive pouco tempo cá no clube. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال اللي هو عن الناشئين أو اللاعبين الصغيرين بيقول أنا بقالي لسه وقت صغير في النادي. Conheço a equipa porque analisei quatro jogos, três em Portugal e depois um cá. أعرف الفريق نتيجة إن أنا حللت أربع مباريات للفريق كان منهم ثلاثة وأنا في البرتغال ومباراة حللتها لما وصلت هنا. Uma coisa é conhecer do lado de fora, outra coisa é treinar e conviver todos os dias com os jogadores para o conhecer na sua totalidade. مهم جدا انك تبقى في فرق ما بينك انت تبص على الفريق من بره وانك انت تيجي تشتغل معاه وتتعايش معاه وتقدر تعرف برضه شخصيه كل لاعب موجود عندك في الفريق. Mas no futuro, ولكن مستقبلا ان شاء الله jogar mais novo ou mais velho, eu não olho a idades. طبعا كون يلعب لاعب كبير او لاعب صغير المساله مش مساله عمر ابدا يعني. Nós queremos a minha forma de liderar é uma liderança pela cultura de mérito. اسلوبي في اداره الاشياء هو ان بدير الاشياء على اساس الاستحقاق اللي يستحق. Não me interessa se é muito novo ou se tem muita idade. Interessa é ter rendimento. مش مهم بالنسبة لي يكون اللاعب سنه كبير أو سنه صغير، المهم الأداء بتاع اللاعب هيكون إيه. كلام منطقي، كلام يتقال من حد عنده خبرات ومسؤولية، الوقت قصير، لكن لمست إن اللعيبة بتحاول تلتزم وتطبق على قدر ما تستطيع في خلال تعليماتي في خلال الوقت القصير ده. ما عنديش لعيب كبير ولعيب صغير، ما عنديش حد حاجز موضوعه. الأيام القادمة مع الوقت هتكون أفضل لما يعني قال أنا درست ماتشات وحللت ثلاث ماتشات وأنا في البرتغال وجيت شفت ماتش ووقفت ماتش مسؤول، ولكن طبعا أنك تشاهد الفيديو شيء وأنك تتعامل مع الشخص قدامك بشحمه ولحمه بتدي لك الحكم الصحيح على شخصيته ومدى إمكان التطوير والتغيير. كلام منطقي برضه هناخده في حجمه ونتمنى له التوفيق. وخلي بالكو ماتش بكره ما تعتبرهوش اختبار لان الماتش مش هيكون سهل ابدا. ده مؤكد لانه ده واحد من مباريات يوليو صعبين جدا اللي هي كل ثلاث ايام مباراه. وهناك في الجونه. وعندك مباريات مؤثره جدا سواء الجونه او بيراميدز او الزمالك. الزمالك 21/7 في الكاس نهائي الكاس وعندك فيوتشر كمان، يعني عندك جونه فيوتشر بيراميدز وبينهم سفريات. طيب الحقيقه في تطور نوعي ملحوظ شويه في اعلامنا الرياضي كويس، ان في كتير من الزملاء بيستعينوا باراء نجوم عالميين ونجوم او مدربين حتى من خارج مصر، وبيبقى المساله فيها نوع من عرض وجهات النظر اللي محتاجينها ربما مع شيء من الاحتكاك والتعلم الامر يحصل فيه تطور شويه بالنسبه لنا. الزميل هاني حتحود كان اجرى مداخله مع لاعب تشيلسي السابق فيليب اوليفيرا والكلام جاب بعضه عن ريكاردو سواريش. نشوف. كيف ترى تواجد المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش مديرا فنيا للاهلي بعد تجربته مع جيل فيسنتي البرتغالي؟ I cannot lie to you. أنا لن أكذب عليك، أنا أعتقد It was a big surprise كانت مفاجأة لكل لاعبي الكرة وكل عشاق هذا الفريق. ريكاردو سواريش هو مدرب رائع.
من المهم أن نذكر that he's a coach since he's 30 years old. مدرب منذ أن كان عمره 30 عاماً. With a lot of experience معه, in different competitions. معه الكثير من الخبرة في أماكن عدة ومجالات عدة. That arrived to the first division in Portugal because of the good work he did along the year. وصل القسم الأول في الدوري البرتغالي لكل ما قام به بالعمل الجيد في السنين الماضية. And especially because he has a very good and strong character. لديه شخصية قوية للغاية. شخصية قوية للغاية أحب أقف عندها شوية مستر فيليب. ما هي تفاصيل قوة شخصية ريكاردو سواريش؟ المعلومات الموجودة لدي لأني لم أعمل معه إطلاقا أنه قريب للغاية من اللاعبين وهو شخصا يستطيع أن يخرج أفضل مدى اللاعبين. هو مدرب يحب الالتزام يحب أن يؤدي أفضل ما لديه ويطلب الأفضل من الموجودين معه ويطلب أفضل الأفضل من اللاعبين وهذا أحد أفضل النقاط الموجودة لديه كمدير فني. بص أنا حقف عند جملة واحدة ربما تلخص الأمر كله. فيليب أوليفيرا وده لعب في تشيلسي على فكرة مدرب لديه أدوات تجعله مدربا على المستوى الأوروبي. ده وجهة نظر فيليب أوليفيرا فيه. حتى لما سئل عن قوة شخصيته الراجل قال لي أنا دي انطباعات بحكم معرفتي عنه ويعرف يتعامل مع اللعيبة إزاي لكن ما أحبش أذكر تفاصيل لأني ما عدتش معاه هذه التفاصيل. طب هل كان سواريش قريب من التدريب في أوروبا وفضله وجي للنادي الأهلي ولا الموقف ايه؟ ده اللي قاله توني أوليفيرا أو فيليب أوليفيرا لهاني حتحوت نشوفه. هل سواريش من وجهة نظرك كان من ضمن المدربين المحتمل إن هو يكون ليهم تواجد خارج البرتغال على مستوى أوروبي إذا استمر مع جيل فيسنتي؟ أعتقد هذا أعتقد كان أنه لديه الكثير من الأدوات ليكون مدربا على المستوى الأوروبي وأن هذا الموسم كان من أفضل المواسم لديه أو أفضل موسم لديه كمدير فني وقام بعمل رائع لفيدي سانتي وجعل الفريق يؤدي بشكل جيد للغاية ويحقق مكانا أوروبيا وهو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن أقول أن الأمر كان مفاجئا إلي. أعتقدت أنه سوف يقضي موسما آخر مع النادي البرتغالي ولكنه لكي يؤكد كل الكفاءة التي أظهرها مسبقا. ربما ينتظر جمهور الأهلي أن يثبت هذه الكفاءة مع الأهلي الآن داخل قارة أفريقيا. لكن أحب أروح معاك أيضاً لجانب آخر وهو يعني الأفضل للأهلي كان إيه؟ ريكاردو سواريش الصاعد على المستوى الأقوى أم باولو سوزا أم روي فيتوريا؟ أولاً يجب أن أقدم احترامي لريكاردو وأن أحترم ريكاردو وأنا أؤمن أن لديه القدرة على الأداء الجيد وقلت لك أن لديه شخصية قوية للغاية وهو يؤمن بأفكاره وقد أظهر هذا في الفترة الماضية. في النهاية أنا أعرف أن الجميع العالم كله يعترف أن المدربين البرتغاليين لديهم كفاءة ويظهرون هذا بالنتائج أيضا وأتمنى أن ريكاردو يحظى بالكثير من النجاح في مصر ويقدم الكثير للكرة المصرية ويقدم فرص للمدربين أيضا. يعني هو طبعا لأن تقديره أن ريكاردو كان ينبغي أو كان يتوقع له أن يتواجد أوروبيا فكانت مفاجأة له أن جه مصر. ولكنه السؤال اللي احنا بنطرحه وبيهرب منه كل الناس سؤال المقارنات مين أفضل فهو هرب من الإجابة بذكاء أنه ركز في الإشادة على ريكاردو وقاله نتمنى له الخير وأنه يكون يستفيد ويفيد النادي الأهلي وأيضا يفيد المدربين
البرتغاليين ازاي بما يحققوا من نجاح كما فعل مانويل جوزيه. طيب ايه المطلوب من ريكاردو سواريش؟ احنا عايزين منه ايه؟ المحلل الرياضي والمدرب والكابتن النجم العراقي الدولي الكبير ميثم عادل قال مطالبه الفنيه من سواريش، نشوف. هذا المدرب في المؤتمر الصحفي كان عاطفي جدا في تصرفاته وفي كلامه اللي يمكن استقطب الكثير من عواطف المشجعين الاهلاويه، بحيث قبل قميص النادي الاهلي عده مرات وتكلم انه يعرف ماذا يدرب ويعرف قيمه النادي الاهلي سواء في مصر او سواء في افريقيا، وان النادي الاهلي له مكانه كبيره على المستوى العالمي، هذا شيء جيد، ولكن نريد من هذا المدرب أن يترجم هذه الأقوال إلى أفعال على أرض الملعب. يعني جمهور الأهلي صحيح جمهور عاطفي، جمهور محب للناس اللي تحبه وتعشقه، لكن في نفس الوقت يريد هذه الكلمات الجميلة أن تترجم وين؟ تترجم على أرض الملعب، بحيث يتطور الأداء ويكون للنادي شكل مناسب هيبة وسطوة زائد النتائج وزائد البطولات. لا يكفي فقط أن تحقق النتائج والبطولات مع النادي الأهلي بدون إداء، هذا هو المغزى الحقيقي والمطلوب اليوم من ريكاردو سواريش. اقلب الصفحة بقيت كلام. طيب فضل. هو يعني كان عاطفي، يعني كلام أصل أنت يعني بتقدم نفسك للناس هتعمل إيه؟ لازم تظهر احترامك وحبك وتقديرك وتعد انك تكون بشكل ايجابي وتتمنى الافضل لنفسك ولناديك اللي هتشتغله، خصوصا لما يكون صاحب شعبيه زي النادي الاهلي. والحقيقه ميسم يعني وقف عند نقطه هو سواريش نفسه اكد عليها. هو ميسم عادل كلاعب كوره وكمحلل قال لك الاهلي مش كفايه انه بيكسب، محتاجين انه يلعب ويمتع الناس. هو الراجل قال كده، قال لك انا مهمتي ان الفريق يلعب كوره حلوه ويحقق من خلالها النتائج. وعلى فكره الاشكاليه ديت الناس بتعرضها كما لو كانوا الاثنين ضد بعض. هو انت ما ينفعش تكسب الا لما تلعب حلو او تلعب صح. تلعب صح. ممكن ده ما يبقاش فيه مسحه جمال شويه او حاجه فيها متعه، لكن يبقى الميكانيزم بتاع الفريق سليم. ميكانيزم. ليه؟ لانك احيانا عشان تسرع في الهجمه تلجا لباصه طويله او اقل عدد من النقلات. ده لا يعطي متعه في الاداء. لان النقل الصغير والترقيص والمهاره الفرديه ومن واحد لواحد هو ده اللي بيديك الشكل الجمالي، ولكن قد يكون على حساب الفاعليه. ايوه. وهذا ممكن ترقص تعطل هجمه. يعني مش تعارض، احيانا يكون انت هنا بتستحوذ وهنا بتستحوذ، بس احيانا يكون استحواذك عباره عن نقلات عرضيه. بيقلل الايقاع وبيخليك ان انت يعني ما تديش متعه منتظرة غير متعة النتائج وأنك أنت تبقى الفريق المسيطر. دي معادلة صعبة. مش أي حد يعملها ومش أي مجموعة من اللاعبين تقدر تنافسها لك. لكن أنا أزعم عندنا مجموعة من اللعيبة اللي عندها مهارات فردية شفناها قبل كده كتير. ولكن ينقصها أولا تتخلص من الإجهاد، توصل لحالة بدنية جيدة، ثم الالتزام الجماعي اللي من خلاله كل ما التزمت جماعيا استاذ ابراهيم تقدر تنفذ مهارتك الفرديه. طبعًا. لكن لو انا لعيب انت انا جاي لك وانت عارف ان انا هرقص، مش هتترقص. لكن لو انت عارف حباصي ولا حشوت ولا هرجع ولا هرقص، غالبا هعمل اللي انا عايزه. اذا المساله مساله ان يبقى عندك سيستم وعندك ميكانيزم زي ما انت بتقول، والفريق يبقى في حاله بدنيه تسمح له بالالتزام. طيب نجوم السوشيال ميديا بقى من او نجوم التوك شو من كبار المذيعين المتفاعلين والمتعاطين للشأن الكروي باهتمام، منهم الزميل العزيز تامر امين الاهلاوي. هل متفائل لسواريش؟ نشوف. سواريش شكله هجام. مجايز هو ده اللي هيخليك ما تشتكيش من اللعيبه، شكله هجام. لا هيخوف. الله في سماه. قويه. الله في سماه. في لعيب هيقدر يقول بيم؟ بقول لك ده جايب لهم مسجل خطر. ده انت سعيد بقى من جواك بقى. ايوه ده مسجل خطر. بص بصته وما يعني شكله هيخش في اوضه اللبس اللي هيهزر بس هيوري له شغله يعني. بس لا انا متفائل بيه، ومن نوعيه المدربين اللي انا بحبهم، اللي هو مش 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 اسم رنان قوي 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 في عالم كره القدم، بس عايز يعمل حاجه لنفسه، واللي هم بيطلق عليه كده مدرب مشروع.
مشروع يعني بيبني فرقه بطريقته باسلوبه وفلسفته. طيب في حاجه اسمها الكيمياء دي برضو مهمه جدا بين المدير الفني والنادي بجماهيره بادارته بكل طبعا. حاجه ايه احساسك ايه؟ يعني صعب قوي ان انت تقولي الكيمياء هتركب ولا لا، بس يعني الاكيد انه الاهلي محتاج كاريزما زي دي وشخصيه زي دي. انا شفت بعض فيديوهاته اللي ليها علاقه بادارته للمباريات وطريقه تعامله مع اللاعبين سواء في التدريب او في غرف خلع الملابس. متهيألي انه الحزم والشده دي عشان عدم التهاون وعدم التقصير مطلوبين قوي، وفكرني شويه بلمحه كده بلمحات مانويل جوزيه زمان، يعني في فكره الشده والحزم اللي يجب انها تكون مرفوقه باللين والاحترام، يعني شده وحزم على اللاعبين وفي نفس الوقت تحترم اللاعبين وتديهم قدرهم. يعني الحزم واللين ويدي اللعيب احترامه وياخد منه اللي هو عايزه منه، دي لمحات اي مدرب نتمناه للنادي الاهلي. ولكن عايزين نبطل شويه نقارن اي حد بمانو جوزيه وخصوصا مانو جوزيه، لان مانو جوزيه حاله اتعملت في ظروفها بالظبط وكان ادواتها ورغم عبقريته ونجاحه النهارده ما كانش هيلقى الاجماع، ما فيش حد كان هيلقى ولا كابتن صالح سليم ولا حد في ظروف السوشيال ميديا واللجان واللي احنا عايشينه ده. مانويل استمتع بجمهور المدرجات، جمهور المدرجات مش المنصات اللي تبادل معاه الحب. أيوة. وكان خلي بالك كان موصل له الباور على طول. نقطه مهمه جدا، مانويل جاء من خلفيه فشل فالخطوه اللي كان بياخدها لقدام كانت بتسعد الجماهير طبعا. النهارده اي مدرب بعد مانويل جوزيه جاي على خلفيه نجاح فعايز اي خطوه ما بتديش له قدام لا تسعد الجماهير. وده اللي حصل مع موسيماني، ان تذبذب الاداء ولكن النتائج بقت مرضيه، الناس ما انبسطتش. رغم انه وارد ان يروح منك فاينل في افريقيا وده حصل حتى مع مستر مانو جوزيه، لكن الناس كانت تثق ثقه مطلقه في احكام مانو جوزيه لان المناخ وقتها كان بيؤدي الى هذه الثقه. احنا عايزين نتعامل بنوع من الهدوء وننتظر وندع الأيام تفرز لنا شخصية هذا المدرب ومدى نجاحه. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، الظرف اللي مانويل نجح فيه وجمهور الأهلي كان بيبقى مال المدرجات، كان بيفوق له أي لعيبة، كان مع تعثر أي لاعب الجمهور هو اللي بيوقفه بسرعة، كان بيدي طاقة إيجابية هائلة جدا للعيبة وللمدير الفني نفسه. الجيل ده محروم من كده، بالعكس لما بيطلع على كل السوشيال ميديا يلاقي شويه معاه ويلاقوا كتير جدا ضده، فاللاعب ما بيلاقيش الطاقه الايجابيه اللي كان بيلاقيها الجيل السابق ومدربه. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل متواصلين. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب شفنا سواريش وشفنا النظره اليه، لكن ايه المطلوب من الجمهور والاعلام عشان المدرب الجديد ينجح في مهمته؟ نشوف راي الكابتن وليد صلاح الدين. ما هو المطلوب من جمهور النادي الاهلي تجاه المدرب الجديد، وما هو المطلوب من المدرب الجديد تجاه النادي الاهلي؟ المطلوب من جمهور النادي الاهلي، من ولاد النادي الاهلي القدام، من الاعلام بشكل بصوره عامه، ومن نعم. اعلام النادي الاهلي بصوره خاصه، كل الدعم والمسانده والصبر. حلو. طول التاريخ مفيش حاجه اسمها السي في هو اللي يحكم المدرب ده هينجح ولا لا. ماشي. والكلام ده حصل مارتن يول مثلا، مارتن يول السي في بتاعه عامل ازاي؟ حاجه مرعبه. اوليفييرا السي في بتاعه عامل ازاي؟ ومع ذلك قدوا مع النادي الاهلي وحش جدا. نعم. الراجل فايلر كان جاي مفيش سي في قوي جدا، فالفكره اصبر ما تطلقش احكام من قبل ما الراجل يشتغل. انا عاجبني كذا حاجه. قول. واحد انه اتكلم مع مانويل جوزيه، فدي انا تريحني شخصيا. هو قال انا اللي اتكلمت بالظبط. ومستر مانويل جوزيه نقل له كل حاجه تخص النادي الاهلي، النادي الاهلي، فدي حاجه تريح. ادي واحد. اتنين، جهاز فني كامل بكل الطقم بتاعه، واضح ان الراجل بيشتغل شغل احترافي باين. يعني محلل فسيولوجي، دي نقطه جديده علينا، محلل اداء، محلل اداء الفرق الاخرى. يعني واضح ان الراجل مرتب شغله بشكل كويس جدا.
طيب الراجل مرتب شغله كويس جدا، وده المطلوب من الجمهور ومن الإعلام، لكن المعوقات اللي ممكن تتحط قدام الراجل، هل هيكون طريقه مفروش بالورود ولا لا؟ وليد يكمل. المشاكل التي تواجه ريكاردو سواريش الفنية والمفروض يعالجها في الفترة القادمة؟ طبعا الإصابات ده سبب صعب جدا بالنسبة لأي مدير فني، لأنه مش هيوري له كل إمكانيات الفرقة. انت في عدد كبير جدا بيبقى غايب للاصابات، فبالتالي الراجل مش هيعرف يحط تباديل وتوافيق غير بالمتاح قدامه. ادي واحد. تمام. اتنين، هو نفسه قال الكلام ده في المؤتمر، كل 3 أيام مباراة اوعى تنتظر تطور في اداء اللعيبه. ادي هو نقطه اللي هو اللي قالها. فالنهارده احنا هو مش ساحر، دي حاجه برضو تعاند الراجل. الاصابات واحد، الايام ضغط الدوري اتنين، ثلاثة قوة المنافسة دي هتخلي الناس كلها تحت ضغوط، ما عندوش رفاهية انه ياخد وقت يعمل اللي هو عايزه. كل دي حاجات طبعا هتعنده. في حاجة كمان هتعنده مع الوقت، اللي هو امكانيات اللعيبة، كواليتي بقى، هو عايز يمشي مين وعايز يقعد مين، كل دي ملفات على طاولة مستر سواريش. شوف الكابتن وليد في النقطتين دول جاب الخلاصة الأولانية، إيه المطلوب؟ وقال الصبر وعدم التسرع في الأحكام، وقال إن السير الذاتية ما هياش بتعبر عن حتمية النجاح أو الفشل، ويعني ضرب أمثلة بالكلام ده. وفي الجزئية دي أنا عايز أقول لكم، هو قال كمان عجبني إنه جايب جهاز كامل معاه شديد التخصص في تخصصات جديدة، يعني حد محلل الاداء لفرقتنا، محلل الاداء للمنافس، واحد سيكولوجي بتاع يعني دراسات نفسيه وهكذا. يعني هذا التخصص الشديد بيفكرني هو نهين احسن، الدكتور المخضرم القديم اللي بيكشف بالسماعه وبالخبره وخبط على صدرك وبيدي محاضرات ورئيس القسم، ولا الجديد اللي بياخد بأسباب التطور العلمي والأدوات ويقول لك روح حلل لي قبل ما اشخص لك، روح حلل لي واعمل لي إشاعات واعمل لي مش على سونار واعمل لي واعمل لي، وفي الآخر يقول لك أنت عندك كذا. كله فيسيولوجي، السيكولوجي ده حاجة تانية اللي أنا عايزها، إنما هو فيسيولوجي بيصلحوا لي، عندهم حق. فإذا أنا أفضل دلوقتي أن نأخذ بالترند الجديد، لأن ده اللي بيخليك تصل للتشخيص الأدق. الخبرة ليها قيمتها، لكن الأخذ بالأسباب العلمية بيقول إن أنت عايز تروح للموضوع بشكل أكثر دقة ومباشرة. ولكن أيضا في سرده للصعوبات كلنا لمسين، حد ينكر إن الإصابات هتشكل؟ ما هو إحنا لسه فيها أهو، تلاحم المواسم، لا حسين الشحات وياس أهو، غير طبعا إصابات بتحجز عدد كبير من اللعيبة، ضغط المباريات، انه امتى عشان انت تبقى مبدع وتحط بصمتك وتعالج العيوب وتحط تفرض اسلوبك، امتى هتجد هذا الوقت تدرب فريقك؟ فانت هتكتفي بالحاجات السريعه، الوجبات السريعه، مش الغذاء يعني. قوه المنافسه دي طبعا حاجه مطلوبه ومهمه انه يعمل حسابها، ولكن امكانيات اللعيبه هي الفاصله، ولكن ده من الوقت كده يا ابراهيم. ماشي، دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.